مناهمهم وللهمم اشتعال، وصدق القول تثبته الفعال، أمانينا نحققها بعزم، وماضينا لحاضرنا المثال. بنادينا تلاقينا نفوسا لها في المجد حل وارتحال، شموس العز أهدتنا فخارا، وصافحنا بنشوته الهلال، وصافحنا بنشوته الهلال. فإن رابطة المعاهد الشرعية في الصومال تأسست عام 1432 للهجرة على أيدي كوكبة من كبار علماء الصومال، وهي مؤسسة تعليمية دعوية غير حكومية تنضوي تحتها المعاهد الشرعية في الصومال، ولديها تراخيص من الجهات الرسمية وتزكيات من المؤسسات العلمية والدعوية في البلاد، ومقرها الرئيسي مدينة هرقيسة. ومن أهدافها الدعوة إلى التوحيد والسنة ومحاربة الشركيات والبدع والأفكار المنحرفة، العناية بنشر العلم الشرعي وإعداد جيل من العلماء والدعاة لتلبية الحاجات الدعوية والتعليمية للبلد، تقوية اللغة العربية ونشرها في أوساط المجتمع الصومالي، الارتقاء بالمستوى الإداري والتعليمي والتربوي للمعاهد الشرعية، تحقيق التعاون والتكامل بين المعاهد الشرعية من جهة وبينها وبين خريجيها من جهة أخرى، تأمين علاقات إيجابية مع المؤسسات التعليمية والدعوية في العالم الإسلامي. وللرابطة مجلس تأسيسي يضم 9 من كبار علماء البلاد، ولها مجلس أمناء ومجلس تنفيذي وثلاثة مكاتب فرعية في كل من شمال البلاد وجنوبها وشرقها، وعدد المعاهد التي تشرف عليها الرابطة 54 معهدا، 22 منها في المرحلة الثانوية، ويبلغ عدد الطلاب في المعاهد إلى أكثر من 12,000 طالب وطالبة، وتخرج منها حتى الآن 4,418 طالب وطالبة. وقد تخرج كثير من هؤلاء الطلاب من كليات الشريعة والدراسات الإسلامية، كما يواصل المئات منهم الدراسة الجامعية والدراسات العليا. دور الرابطة في الدعوة والتعليم والحياة العامة. للمعاهد الشرعية دور مؤثر وفعال في نشر العلم الشرعي واللغة العربية والدعوة إلى الله في البلاد، حيث يدرس خريجوها في الجامعات والمدارس الثانوية والمعاهد الشرعية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، كما يشارك كثير منهم في العمل الدعوي العام والخطابة والإمامة والتدريس في حلقات المساجد. وقد سافر عدد منهم إلى الخارج ونفع الله بهم الجاليات المسلمة هناك، كما توظف عدد من خريج المعاهد في المؤسسات الحكومية كالقضاء وقطاع التعليم وغيرها، ويعمل آخرون في القطاع الخاص ولا سيما في الشركات التجارية الكبرى. ومن جهة أخرى، أثر العدد الكبير من طلبة المعاهد وخريجيها على الحياة العامة، حيث صاروا قدوة حسنة للمجتمع. ومن إنجازات المعاهد تخريج دفعات من الداعيات، بحيث صار لهن دور ملموس في الدعوة النسائية وفي تدريس العلوم الشرعية للنساء. وقد أسس بعضهن مدارس مجانية لتحفيظ القرآن الكريم ومراكز إسلامية دعوية، كما أسس بعضهن روابط دعوية. ومن إنجازات الرابطة أيضا عقد دورات تدريبية في طرائق التدريس والدعوة والإدارة والإعلام لمدير المعاهد وبعض مدرسيها، عقد دورات دعوية وإدارية لخريج المعاهد الشرعية، إنشاء علاقات إيجابية مع المؤسسات
المؤسسات التعليمية والدعوية في البلاد. افتتاح مركز المروة لتعليم المرأة في مقديشو الذي تتولى النساء إدارته والتدريس فيه، إنشاء مظلة لخريج المعاهد لتساهم في الدعوة والتعليم الشرعي، تأسيس معهد عال لإعداد الدعاة في هرقيسة وهو على وشك الافتتاح، ما تسعى الرابطة لتحقيقه، إنشاء معاهد متوسطة وثانوية في المدن التي ليس فيها معاهد، افتتاح معاهد لتعليم اللغة العربية ومعاهد للقضاء وأخرى للتأهيل التربوي، إقامة دورات إعلامية لمسؤولي الرابطة ومديري المعاهد ومسؤولي مظلة الخريجين للنهوض بالإعلام الدعوي، تأهيل الخريجات من المعاهد للدعوة والتدريس والتدبير المنزلي وتربية الأولاد، وافتتاح مراكز دعوية ومعاهد شرعية خاصة بهن على غرار مركز المروة لتعليم المرأة، تقوية علاقات رابطة المعاهد بالمؤسسات التعليمية والدعوية في العالم العربي، الحصول على منح دراسية للمدرسين في المعاهد، إرسال دعاة ومعلمين من خريج المعاهد إلى الجاليات الصومالية في الخارج. لننطلق إلى العلا، لنأتي دوما أولا، لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر أهلك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سأصرف عن آياتي والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرباب، منزل الكتاب ومفصل الخطاب وخالق الخلق من تراب وفاتح أبواب الصواب ومانح أسباب الثواب، الذي علا بحوله ودنا إلى عباده بقوله، مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وضيق، أحمده وأشكره على سوابغ نعمه وواسع كرمه، وصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المستاة محمد بن عبد الله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الذين أظهروا وجه الإسلام عن ظلمه ودجاجيره وحسموا مواد الباطل فلم يتدنسوا بقليله ولا بكثيره، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم تشخص فيه الأبصار. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أبدأكم بالسلام وأخصكم بالتحايا والإعظام، وأرجو لكم الخلود في دار السلام، وأنتم لا تسمعون فيها من اللغو كلاما إلا قيلا سلاما سلاما. أهدي إليكم أجمل التحايا والإعظام من صميم قلب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سعيد بلقاء مظلة خريجي هذه المعاهد الشرعية في الصومال ليتشاوروا حول كيفية القيام بعمل الدعوة إلى الله ونشرها في ربوع البلاد والترابط فيما بينهم لتمكين الأخوة الإسلامية.
يا أخي في الهند أو في المغرب أنا منك أنت مني أنت بي. نحن نرحب بشدة وسعداء بحضور هذا المؤتمر القيم الذي يشارك فيه جميع طلبة العلم الشرعي من المعاهد الشرعية في الصومال لينفعوا أمتهم وأنفسهم، كما أشجع دور علمائهم وأساتذتهم الذين نظموا هذا المؤتمر، وباسم الدولة نرحب مثل هذه المؤتمرات واللقاءات العلمية. لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلا. الخضر الشيعي الداهم في بلاد السنة والصومال نموذجا من أخضر الطوائف على الإسلام والمسلمين على الإطلاق هي طائفة الرافضة الشيعية، وهم أشد خضرا من اليهود والنصارى ومن سائر طوائف أهل البدع. وما وقع للمسلمين الشر عبر التاريخ وما أصابتهم نكبة إلا وكان لهم فيها يد طولة. فقر أخي هذا المختطف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ويرون أن جزء اللحات أفر بغل باطنكو، ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى، لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي، ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين فيعاونون التتار على الجمهور. شغل له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد، حمدا لربي كثيرا دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد. ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد السمد. ثم الصلاة على رسول الله أحمد مع صحب به سعد، وآل بيت النبي والآل قاطبة والتابعين الأولى للدين هم عضد. أسكى صلاة مع التسليم دائمة ما إن لها أبدا حد ولا أمد. والله أسأل منه رحمة وهدى فضلا وما لي إلا الله مستند. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي عبد الكريم شيخ محمد مضر من مدينة هرقيسة، معهد الدعوة للدراسات الإسلامية واللغة العربية. أولا نشكر للسادة العلماء والطلاب الضيوف الذين وفدوا إلينا في شتى أصقاع الصومال شادين الرحال متحملين على السفر. ثم أخص بالترحيب بطلبة معهد الفرقان للعلوم الشرعية واللغة العربية، وأقول لهم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأخص بالشكر وأعبر ببيت شعر يعني في مدينة الأسعانود، والأسعانود لها بشرى وبر وبرق صادع بيت الثناء، خطر القبلية والصراع السياسي على الدعوة، العصبية القبلية مفهومها ومظاهرها. وحكوحك بيان موقف الإسلام من العصبية القبلية. صدح وحاء القبلية مشكلة ظاهرة. أربعة وحاء أخطار القبلية على الدعوة. كودن بيا وحاء ويدور الدعاة في معالجة العصبية القبلية. مظاهر العصبية القبلية مقالبة يعني العصبية القبلية أي لا ذي مركز رؤوس الأقلام كأيان أخرينية. المظهر الأول وحوي الفخر بالأحساب والطعن في الأنصاب. لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا. لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا. لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وبعد.
فيا إخوتي وأبنائي الأعزاء، إن البيان لا يسعفني للتعبير عن مدى فرحتي وابتهاجي بحضور هذا الحفل الكريم، كما لا أستطيع التعبير عن مشاعري نحو هؤلاء الحضور الذين جمعتهم الأخوة الإيمانية والرغبة في التعاون على الدعوة إلى الله وإصلاح مجتمعهم رغم تباعد مواطنهم واشتغال نظرائهم فيما يبعدهم عن الله ويفرق بين المسلمين. ومما يزيد سروري وارتياحي ما أراه فيهم من المحبة والشوق المتبادل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إنني أشكر باسمي وباسم رابطة المعاهد الشرعية في الصومال أهلنا في لاسعانود رجالا ونساء، وخاصة معهد الفرقان للعلوم الشرعية والعربية والشيخ عبد الناصر الحاج أحمد الذي سهر لإنجاح هذا المؤتمر وأمد الطلاب بالتوجيهات والخبرات الدعوية الناجحة. أشكرهم جميعا على الترحيب الأخوي وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما أشكرهم على ما بذلوه من جهد ومال في تنظيم هذا المؤتمر وإنجاحه، كما لا يفوتني أن أشكر اللجان الطلابية التي نظمت المؤتمر ومؤسسة الكرم للدعوة والتنمية ومسؤول رابطة المعاهد الشرعية ومدير المعاهد، وأشكر أيضا كل من الشيخ الدكتور حسن بن الشيخ علي والشيخ حسن خيخ درر والمهندس جامع عبد الله وغيرهم ممن أثروا المؤتمر بعلومهم وتجاربهم ونصائحهم القيمة. وإن رابطة المعاهد الشرعية تعتبر تأسيس مظلة خريج المعاهد الشرعية في الصومال إنجازا تاريخيا وتحقيقا لهدف أساسي من أهداف تأسيس رابطة المعاهد، وخطوة استراتيجية في نشر العلم الشرعي وإصلاح المجتمع. وأهنئ مظلة خريجي المعاهد الشرعية على هذا الإنجاز العظيم الذي حققوه، والرابطة مستعدة لدعم هذه المظلة بكل ما أوتيت من قوة، لأنها ثمرة من ثمار دعوتنا المباركة ونتيجة لجهود علمائنا والمعاهد التي أسسوها. وأعضاء هذه المظلة هم ورثة هذه الدعوة وروادها في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. وأنتهزوا هذه الفرصة لدعوة الجميع إلى مساندة رابطة المعاهد الشرعية في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها، كما أدعو المؤسسات الدعوية والتعليمية والخيرية إلى مساعدة مظلة الخريجين. وفي الختام أوصي أعضاء المظلة بتقوى الله في السر والعلانية وإخلاص العمل لله والاعتصام بحبله جميعا وتقوية أواصل الأخوة بينهم والتعاون على الدعوة إلى الله على بصيرة مع النصح للأمة والرحمة بها، كما أوصيهم بالبعد عن الاختلاف وعن كل ما يخل بالأخوة ويفرق بين الأحبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البيان الختامي للمؤتمر الأول لخريج المعاهد الشرعية في الصومال في ليلة السبت السادس من شهر شوال لعام 1435 للهجرة، اختتمت فعاليات المؤتمر الأول لخريج المعاهد الشرعية التابعة لرابطة المعاهد الشرعية في الصومال المنعقد في مدينة لاسعانود، وكان الهدف الأول من هذا المؤتمر بناء مظلة تجمع الطلاب الخريجين من المعاهد الشرعية لتوطيد العلاقات الأخوية بينهم والرغبة في تعاونهم على الدعوة إلى الله. وشارك في هذا المؤتمر 40 خريجا يمثلون 12 معهدا، وقد اتحد طلاب هذه المعاهد تحت مظلة أطلق عليها مظلة خريج المعاهد الشرعية في الصومال،
كما تم خلال المؤتمر وضع النظام الأساسي للمظلة وتشكيل مجالسها الإدارية، وهي مجلس الشورى الذي يضم 12 عضوا من 12 معهدا، وهم الرئيس ونائبه والمقرر وتسعة أعضاء، المكتب التنفيذي والذي يتكون من الرئيس والأمين العام وأمين الدعوة والإعلام والأمين المالي وأمين العلاقات وثلاث مكاتب فرعية تمثل المظلة في الأقاليم. أسباب تأسيس المظلة: الحاجة إلى تقوية العلاقات بين الطلاب الذين تخرجوا من كافة المعاهد الشرعية في الصومال، الحاجة الدعوية إلى جيل من الشباب ينهضون بالدعوة لإتمام المسيرة الدعوية التي أنتجت الخير الكثير من الخير والإطمئنان للشعب الصومالي على أيدي علماء البلد الكبار، الحاجة إلى تأهيل الشباب للدعوة والعلم لكونهم رجال المستقبل وعلماء الغد، الشوق إلى مؤسسة طلابية يرتبط بها الطلاب لإشباع رغبتهم في الإصلاح وتغيير الأمة نحو الأفضل والسير بها إلى مستقبل زاهر. أهداف المؤتمر: تقوية أواصر الأخوة الإسلامية بين شباب الدعوة، توطيد الروابط بين العلماء والشباب، تنمية وعي الشباب وتهذيب أفكارهم، تكوين مجال للإبداع وخلق فرص للحوار وتلاقح أفكار شباب الدعوة، تهيئة القيادات الشبابية المستقبلية الدعوية والإدارية للأمة، التخطيط لإعداد بحوث ودراسات سنوية تناسب القضايا الدعوية الراهنة، التآخي بين المعاهد. المعاهد المشاركة في المؤتمر: معهد السنة للعلوم الشرعية والثقافية في مقديشو، معهد زيلع للدراسات الإسلامية واللغة العربية في بورما، معهد الفرقان للعلوم الشرعية والعربية في لاس عانود، معهد الإمام الشافعي للعلوم الشرعية واللغة العربية في برعو، معهد ابن حجر العسقلاني للعلوم الشرعية واللغة العربية في بوصاصو، معهد الإمام البخاري للعلوم الشرعية واللغة العربية في قلدقب، معهد الدعوة للدراسات الإسلامية واللغة العربية في هرقيسة، معهد ابن كثير للعلوم الشرعية والعربية في عيرقابو، معهد الفرقان للعلوم الشرعية والعربية في بوهودلي، معهد خديجة بنت خويلد للعلوم الشرعية واللغة العربية في قراوي، معهد الهداية للعلوم الشرعية واللغة العربية في بورتينلي، معهد الفاروق للدراسات الإسلامية والعربية في قالكعيو. التوصيات: توصي المظلة الطلاب الخريجين بتقوى الله عز وجل والتآخي في العمل لدين الله والدعوة إليها، ترشد المظلة الطلاب المنضمين تحتها إلى التواصل الدائم بينهم وبين علمائهم والحذر من تنقص العلماء والقدح فيهم، توصي المظلة بإعداد بحوث علمية في القضايا الدعوية ومشاكل الأمة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، وفي الختام توصي المظلة الطلاب بالعمل بالعلم الشرعي مع الاجتهاد في تعلمه والحرص عليه، وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا.